السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، مبارك عليكم الشهر الفضيل، تقبل الله طاعتنا وطاعتكم، مبارك على بلادنا الغالية قطر وكل أهلها الطيبين، مبارك عليك الشهر، مبارك عليك الشهر يا سمية. مرحبا ومسهلا، نرحبكم مشاهدينا الكرام في أول حلقة من برنامج ليالي رمضان، ونقول كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، وبلادنا بخير، وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة المعطاء. آمين يا رب العالمين. برنامجنا يستمر معاكم طيلة ليالي شهر رمضان المبارك، ويضم العديد من الفقرات المميزة التي نأمل أن تنال على رضاكم وعلى إعجابكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذن في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف مع مغامر أو نستضيف مغامر ورياضي بامتياز، اختار طبعا هذا الترحال عنوانا لحياته، يحب الاستكشاف وأيضا التعرف على ثقافات الشعوب، جاب مختلف قارات العالم بدراجته الهوائية. نعم يا خالد، يسعدنا أن يكون معنا الليلة سيد عبد الله الحمادي، مغامر ورحالة قطري. مرحبا ومسهلا بك ابو هاشم معانا، مبارك عليك. الله يبارك فيكم ومبارك عليكم الشهر الفضيل. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير على الاستضافه. يا مرحبا. يا مرحبا ومسهلا يا ابو هاشم. ابو هاشم، بدنا في البدايه نسولف معاك عن الذكريات الجميله خصوصا في رمضان. طبعا السؤال الاعتيادي اللي دائما نسال ضيوفنا الكرام، شو الفرق بين رمضان الاول ورمضان الحين؟ والله في طبعا فروقات كبيره، يعني الاول احنا كنا صغار وكذا، ويعتمد هو رمضان متى يجي؟ إذا كان مثلا في الصيف، نعم، له ذكريات مختلفة عن الشتاء، لأن الشتاء طبعا الجو حلو، صح، والليل طويل، والليل طويل، إيه، فبالتالي أنت عندك السهرة الطول، نعم، وحتى عادي أن مثلا الغبقة ممكن أنها تبدأ الساعة 10 ويكون الساعة 10 أصلا متأخر، متأخر، نعم. في الصيف الوضع مختلف طبعا، الصيف في الستينات مختلف عن الصيف الحين، نعم، يعني الصيف في الستينات وبداية السبعينات كثير من الناس وأغلب الأماكن ما كان فيها مكيفات، نعم. طبعا احنا ما كنا نحس بالفرق، يعني كنا حسينا بالفرق لما جاءت المكيفات وصارت الأسواق مكيفة والمولات وذي، نعم. فالذكريات كذكريات حلوة، لكن الحين مثلا لو أسترجعها وأقول والله عيش نفس الذكرى، لما لا الحين أفضل طبعا، الحين أفضل طبعا، طبعًا. نعم نعم. بهاشم، يعني يمكن أنت قدوة، الله يبارك فيك، ويمكن أنت ما تخلي لحد عذر أنه يقوم ويمارس الرياضة. دائما نعم، إحنا ما نتعذر بأنه والله ما في وقت، أنا ما عندي وقت، أو أن الوقت مداركني، أو ببتدي رياضة بكرة إن شاء الله، صحيح. لكن ممارسة الرياضة كثقافة يومية في حياتك أبو هاشم أكيد ما تتأثر سواء كان رمضان أو غير رمضان، فكيف يكون برنامجك الرياضي خلال شهر رمضان؟ وأنا أيضا ما أدري أبو هاشم إذا أنا غلطان، صحيح لي، شاركت في صاملة الأخيرة ولا ما شاركت؟ والله ما شاركت، ما شاركت، ما شاركت، لأني كنت مسافر. أي نعم، أي نعم. شوف، الرياضة المفروض تكون أسلوب حياة، نعم، بغض النظر عن العمر، بغض النظر عن ان انت عندك وقت ولا ما عندك وقت، لازم تقسم وقتك بحيث ان تكون الرياضة جزء من روتينك اليومي، نعم. يعني مو بان يعني اذا صار عندي وقت بلعب رياضة، وهذه هي مشكلة معظم الناس، يقول لك انا ما عندي وقت، لان يفكر ان الرياضة هذا شيء ثانوي، اذا صار عندي وقت بسوي، وهذه هي المشكلة. لذلك معظم الناس تحصل مثلا عقب ما يصيدهم المرض، مثلا السكر، او لا سمح الله يصيدهم مرض خطير وكذا، او يمتن بطريقه يعني واضحه، يقول لك خلنا الحين اروح العب رياضه، صحيح. طبعا اكيد الموضوع ذي يعني انك مثل ما يقولون انك تصل متاخر افضل من لا تصل ابدا، نعم. لكن أهم حاجة إن المفروض إن الإنسان يسويها جزء من حياته الروتينية، يعني كل يوم لازم يلعب رياضة، مو بالضرورة أنها تكون رياضة عنيفة ولا بالساعات وذي، حتى لو 45 دقيقة في اليوم ماشي حق الإنسان اللي كلش ما عنده وقت وذي تكون كافية، تكون كافية. إيه نعم. قاعد نشوف لقطات أبو هاشم عن ممارستك أنت للرياضة، نشوف الآن على الهواء طواف قطر، تكون حريص دائما أبو هاشم على المشاركة في جميع المناسبات الرياضية، يمكن حتى في اليوم الرياضي إحنا قمنا بلقاء معاك في سباير أيضا. أنت جاي من، إذا تذكرني أبو هاشم، جاي من لوسير، رحنا سوق واقف
نعم. من سوق واقف جينا سباير. نعم. ما شاء الله. قطعت كم كيلو في أبو هاشم في ذاك اليوم؟ أظن 60 كيلو، لأن رجعنا مرة ثانية للوسيل. ما شاء الله. إيه. الحين مثلا هذه شوف الرحلة ذي، هذه رحلة سويناها، هذه أعتقد كانت أول رحلة لأوروبا. هذه رحلة خيرية، يعني احنا كنا يعني نجمع فلوس من خلال الرعاة لبناء مدرسة في فلسطين. نعم. في غزة، والحمد لله حققنا حوالي. هذه وين كانت؟ هذه من فينس إلى شتوتغارت، من فينس في إيطاليا إلى شتوتغارت في ألمانيا. من المنظم والداعم لها أبو هاشم؟ احنا والله ما في دعم، احنا هذه كلها مجهودات شخصية. نعم. وطبعا عندنا داعمين رئيسيين اللي هم الرعاة احنا نسميهم، اللي المال اللي يعني يتبرعون فيه يروح لصالح الأعمال الخيرية. نعم. مثلا من خلال الرحلة هذه والرحلات الثانية جمعنا تقريبا 1,000,000 ريال، فتحنا فيها الحمد لله العام، برحنا حتى احنا غزة وفتحنا المدرسة. موضح للفكرة شلون هم يدعمونكم، وهذه مجهود شخصي، اندمجت العمل الخيري برياضة بشيء انت تحبه. صحيح. انا اعتبر هذا ابداع وانجاز يعني. الله يجزاك خير. شنو الطريقة؟ الطريقة يدعمك؟ ليش يدعمك يعني؟ اي احنا هذه منظومة اسمها Global Biking Initiative، يعني رياضيين والله ما أدري ترجمتها بالعربي بالضبط، بس المهم هذه منظمة غير ربحية. غير ربحية. توازي أو تسوي ازدواجية بين العمل الخيري والرياضة، وبالذات رياضة الدراجات. ويشاركون فيها تقريبا فوق 20 دولة. ما شاء الله. 20-22 دولة، وإحنا تقريبا في خلال 2016-17-18 إحنا فزنا بالمركز الأول في التبرع. ما شاء الله. إيه الحمد لله. احنا من تقصد باشم دراجين قطر يعني؟ دراجي قطر. اي دراجي قطر الحمد لله. طبعا احنا كل سنة نروح هذه الرحلة، دائما هي تنطلق من احد الدول الاوروبية وتنتهي في المانيا، في احد مدن المانيا. العام المفروض كنا نروح من هولندا الى مدينة في المانيا، بس للأسف طبعا بسبب الوباء وذي تكنسلت الرحلة. صحيح. ابو هاشم احنا بنسولف معك اكثر عن يعني عن رحلاتك اللي تسويها، عن مغامراتك أيضا، ولكن أيضا مجهزين لك بعد تقرير طبعا ضيفنا العزيز، لأنه هو رحالة ويحب السفر وأيضا التنقل، راح ناخذه ويانا اليوم من خلال هذا التقرير إلى رحلة، ولكن هذه الرحلة راح تكون إلى جورجيا. خلونا نشوف من خلال هذا التقرير الأجواء هناك. يحل شهر رمضان المبارك للعام الثاني على التوالي في ظل تفشي جائحة كورونا كوفيد-19، والتي ألقت بظلالها على الأجواء الرمضانية هنا في جورجيا. يعيش في جورجيا نحو 450,000 مسلم، يمثلون حوالي 10% من تعداد السكان، وهم أكبر أقلية دينية في البلاد. وعلى الرغم من أن جورجيا لم تكن تحت الحكم الإسلامي لفترة طويلة، إلا أن آثار الإسلام في جورجيا تتجسد بفن العمارة الإسلامية الذي لا يزال ماثلاً في مساجدها ومدارسها الدينية، حيث يحتفظ المسلمون في جورجيا بتقاليد ثقافية واجتماعية مستمدة من الشريعة الإسلامية. إن شاء الله رمضان يكون لعالم للعالم المسلمين والعالم خيراً ومباركاً، ونحن نكون مسروراً بمجيء شهر رمضان، لأن هذا الشهر شهر مبارك وفيه بركة، ونحن نستفيد، وفي كل يوم نحن نقرأ من القرآن جزءا، وإذا انتهى شهر رمضان وأيضا نحن نختم نقرأ القرآن كله ونختمه. أسأل الله لنا ولكم العافية والمغفرة إن شاء الله، والسلام على المرسلين. إجراءات احترازية فرضتها السلطات الجورجية، حالها كحال دول العالم للحد من انتشار الجائحة، ويحرص المسلمون الجورجيون على الالتزام بها بالتوازي مع احتفالهم واستقبالهم للضيف العزيز شهر رمضان الفضيل. إذن مثل ما شفنا وياكم أعزائي المشاهدين هذا التقرير الجميل عن جورجيا، طبعا اللي راح جورجيا يعرف طبيعتها الخلابة ويعرف أيضا يعني
الأماكن التاريخية اللي موجودة هناك. ناوي أروح لها أنا خالد. إن شاء الله والله بتستمتع خالد، بس عقب إن شاء الله ما تقل أزمة كورونا إن شاء الله. باش ما أنا ودي أسألك شوي، خلنا نتكلم عن الترحال بصفة عامة أو حتى الرحلات اللي تسويها. خلني أسميها الرحلات المكوكية اللي أنت تقوم فيها من قارة إلى أخرى. شنو الشغف وراء هذا الشيء؟ والله حب الاستطلاع. وأحيانا أحب أنا أروح بنفسي. يعني حتى لو مثلا مع شباب نكون 20 واحد 30 واحد، أحيانا حلو أن الواحد صحيح أنا أسميها يشرد عن المجموعة. صحيح. وليش؟ لأن أنت لما تكون بنفسك تعيش فعلا، يعني تحس بالواقع حولك. صحيح. تحس بالطبيعة. مثلا الصورة هذه في اليابان أنا سويت الرحلة ذي بنفسي. نعم. من شمال اليابان إلى جنوبها خذت مني تقريبا 27 يوم. 23 يوم على الدراجة وأربع خمس أيام كانت أيام راحة. هل الكلام اللي يقال عن اليابان صحيح ما قبل ما أنها مختلفة كليا عن باقي دول العالم في كل أكيد شيء؟ أكيد. تنظيم وأيضا يعني التطور الكبير اللي موجود جداً عندهم. شوف انا اللي سلمك شو المميز يعني؟ اي انا رحت اليابان قبل ما اروح الرحله هذه. كنت مشترك في ماراثون طوكيو. طبعا طوكيو مدينه كبيره. نعم. ومثل المدن الكبيره كل يعني مثل نيويورك وذي، فاللي يروح لها يحس باليابان، بس ما اعتقد انه يحس باليابان الحقيقيه. لانه هو في مدينه كبيره، اذا دخل هوتيل فندق الهيلتون ولا الشيراتون ولا اي فندق بيكون تقريبا بيلاقي نفس المعاملة اللي بيحصلها في مدن ثانية. في مدن ثانية. لأن في عندهم ستاندرد معين. لكن إذا راح في القرى وراح المدن الصغيرة والأماكن الريفية يحس بعمق اليابان نفسها. فهذا اللي أنا سويته عقب رحلة الماراثون. قلت لازم أنا أجي اليابان واستكشفها بنفسي. فالحمد لله. طبعا كان المفروض ان في اثنين يروحون وياي غيروا رايهم عشان موضوع مواضيع معينه يعني. نعم. خاصه. نعم. فانا قلت ما دام اني انا قررت لازم اروح. فالحمد لله بديت رحلتي في 2017 في اكتوبر. وكانت يعني كان اول يوم هو اصعب يوم، لان تدري اول مره انا اسوي رحله بنفسي. نعم. ولازم اهيئ ذهني ان انا قدامي 27 يوم قدام. نعم. الين ما اوصل جنوب اليابان. وتضاريس اليابان تختلف، يعني مثلا مش الشمال برد، يعني برد قارص، صفر درجه الحراره، 2-3 الشكل. الين ما تروح للجنوب يصير الجو حلو ولطيف في يعني اخر الشيء 19-19-20. فاليابان شعب يعني مختلف تماما، كأنه انا دائما اقول كأنه شفت الكتب اللي نقراها عن الصحابه واخلاقهم وذي. نعم. استغفر الله، يعني تقريبا نفس الاخلاق، مهذبين ومؤدبين جدا. نعم. الامانه، النظافه، الرقي في كل حاجه. صحيح. حتى يعني لدرجه ان تفكر انهم ذول يمثلون عليك، لأن تستغرب من طيب المعاملة مثلاً. إيه يعني كثير يعني إذا تشتري مثلاً مكان، إذا شريت من عندهم شيء يجي راعي المحل يرحب بك ويمشي معاك حول 100 متر عقب المحل. نعم. يعتمد أنت شنو شاري، عرفت شو؟ صحيح. في أحياناً حتى مثلاً إذا أنت ضعت ويحسون أنك غريب هم يوقفون لك يسألونك أنت تبي شيء؟ أنت مضيع حاجة؟ نعم. إيه يعني في واحد مثلاً أنا كنت المفروض أركب قطار من مكان من مدينة إلى مدينة ثانية فما قدرت أركب القطار، فركب وياي بالسيكل وعلى سيكل. نعم. لمدينة 30 كيلو، ودور معاي حول يمكن 3 ساعات ويدور هوتيل فندق. وانا فكرت يعني بغيت اعطيه كراميه، طبعا عندهم عيب هم انك تكرم. نعم. تعطيه بخشيش وذي. قال لي لا 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 لا. قلت له زين على الاقل باجر لك غرفه نام هني. قال لا 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 شكرا. سواها وراح وخلاص. سبحان الله. اي وقس على ذلك طبعا في اشياء كثيره صارت لي انا في اليابان من من اشياء مثل ذي لا يمكنني انساها. فهذه أحد الحاجات الحلوة اللي الإنسان لما يسافر يعني يكتشفها ويتعلمها، وممكن صحيح. ممكن يعلمها للغير حتى. نعم. نعم. إحنا مستمرين معاك بهاشم، ولكن مشان كان نطلع فاصل قصير بعد نرجع متابعة حلقة الليلة. لا تروحون بعيد.
يعتبر محور صباح الأحمد أيقونة معمارية وهندسية تمتد من مطار حمد الدولي في جنوب الدوحة حتى تقاطع أم الأخبة المعروف بتقاطع اللاند مارك، وبطول 29 كيلومتر، واللي يميز هذا المحور هو الجسر المعلق. لكن شلون تم إنشاء الجسر المعلق؟ تعالوا معاي نشوف كيف تصير. تم دعم الجسر المعلق بكوابل ليكون محمولاً دون أعمدة لمسافة 150 متر. أما الجزء المعلق من الجسر تم إنشاءه عن طريق رفع قطع خرسانية كبيرة مسبقة التجهيز ورصها جنباً إلى جنب، ومن ثم تعليقها وتثبيتها بواسطة 120 كيبل أساسي باستخدام تقنية الشد. وسؤالنا لكم اليوم، ما هو ارتفاع أعلى نقطة على الجسر المعلق في محور صباح الأحمد؟ شاهدنا مشاهدينا الكرام معكم هذه الفقرة من إعداد هيئة أشغال بعنوان كيف تصير، واللي تشرح لنا كيف تم إنجاز أهم المشاريع في الدولة، وإن شاء الله راح نكون معكم في حلقات ليلة ليالي رمضان. شفنا أبو هاشم محور صباح الأحمد، أنا بأدمج هذا المحور وشغل أشغال وكيف تصير، وهذه الفقرة مع هوايتك المفضلة اللي هي دراجات، وأيضا اهتمام أشغال بتوفير مسارات في جميع أنحاء الدولة. يمكن عندنا أطول مسار في العالم في الخط الساحلي، خط الخور الساحلي، أيضا اللي مشبوك أيضا مع محور صباح الأحمد. فشون تشوف أنت هذا الإنجاز المعماري وكيف يخدم هوايتك المفضلة؟ والله شوف، أول حاجة بالنسبة لمحور صباح الأحمد أنا استخدمته، يعني كنت مثلا أروح من البيت في الدفنة أو يعني أبعد نقطة في الدفنة إلى مثلا أسباير في 45 دقيقة. الحين بالضبط حوالي 15 إلى 20 دقيقة بالسيارة. قصدك بالسيارة؟ أي بالسيارة طبعا. يعني صراحة يعني ثلث الوقت. فأنت وطبعا ما في أي مثلا تقاطعات ولا أشارات إلا قبل أسباير في أشارتين فقط. من البيت يمكن أشارتين، وأشارتين في النهاية، وهذا هو. طبعا في بالنسبة لمسارات الدراجات صراحة إحنا يعني محظوظين كثير، لأن المسارات يعني في كل مكان، يعني سواء كان مثلا مسار الخط الساحلي اللي هو من جامعة قطر إلى استاد البيت أعتقد 35 كيلو رايح جاي، يعني 70 كيلو بدون توقف. باش بدون توقف طبعا يمر من تحت جسور فيه له ارتفاعات ولفات، يعني حلو، وجزء منه مزروع، نهايته في استاد البيت، ومنطقة حلوة وخضرة وجميلة وفيها مطاعم وكذا. طبعا بالإضافة للمسارات الثانية، المسارات اللي صارت يعني صارت في وقت قياسي، يعني صحيح. أقل من سنة ونص سنتين نفذها، وأعتقد فوق 2000 كيلو. وإما تروح أنت تشوف الحين الهايويات الجديدة، الطرق السريعة الجديدة، تحصل على طول موازي لها خط دراجات، وهذا شيء طيب. طبعا يبي له دائما خط الدراجات لأنه غير مرئي للمسؤولين، يبي له دائما صيانة شاملة مستمرة. ليش؟ لأن المسؤول معظم يعني 90% من المسؤولين والناس تستخدم الطرق العادية، صحيح، قليل جدا منهم يستخدم الـ فبالتالي ما يدري اذا في مثلا في احيانا نتوءات في الشارع او مثلا صيانه، وهذا مو بالضروره انه يعرفها. فاحنا كدراجين على طول نبعث لهم هيئه الاشغال جزاهم الله خير، وعلى طول اليوم الثاني نحصل المكان يعني يتصل. متعاونين يعني بهاشم؟ متعاونين جدا الحمد لله. الحمد لله. هذا شيء صراحه يثلج الصدر، وان شاء الله يعني يستمر. واهم شيء ان كل اللي يسوونه يعني تتم صيانته، لان بدون صيانه بعد فتره خلاص يعني غير قابل للاستعمال. ابو هاشم، انا ودي ارجع لموضوع اخر، يعني نرجع حق الموضوع الرئيسي وهو موضوع الرياضه. نرجع حق الرياضه في رمضان، يمكن تكون هذا يعني هذا الوقت المناسب ايضا لممارسه الرياضه بحكم ان الواحد صايم. في اقوال مختلفه خالد، الناس تقول لك لا والله خله قبل الفطور، والبعض من الناس يقول لك عقب الفطور. احنا نعرف الحين ماشيين في سلم اجراءات التباعد الاجتماعي. ففي وقت عند الناس، فهل تنصح فعلا ممارسة الرياضة متى الأوقات المناسبة؟ يعني من وجهة نظرك؟ شوف، أنا وجهة نظري أن الإنسان لازم يعيش
في رمضان حياة طبيعية. نعم. يعني ينام موهل ويقوم موهل ويمارس حياته اليومية النهارية عادي بشكل عادي كلش، ويمارس الرياضة قبل الفطور 45 دقيقة بالكثير ساعة. نعم. يعني أنا مثلا الحين أنا مفروض أني أنا أكون نايم. نعم. مثلا زين. نعم. يعني اللي صير الله يسلمك، أنا فعلا ترى نام 9:30 ما شاء الله، سهرتوني الليلة ما شاء الله. من أول الصبح احنا تو الناس عندنا شو اللي يصير الله يسلمك لما نام موهل؟ خلاص أقوم متى؟ قبل الأذان، قبل أذان الفجر. نعم. بحوالي نص ساعة. أتسحر. يكون أنا نمت 6 ساعات. نعم. هو نوم الليل بغض النظر رمضان ولا غير رمضان، هو نوم الليل هو اللي يعني الأصح للجسم. عقب 6 ساعات أنت نمت وخلاص، خلاص ذهنك واعي وكذا، تتسحر وتصلي وتقرأ قرآن على راحتك. تبي تنام بعد ساعة ما عندك مشكلة. عقب الصلاة يعني ممكن انك تنام ساعة، انت معناتها نمت 7 إلى 8 ساعات، معناتها الجسم خذ كفايته 100%. نعم صحيح. الحين تبدأ مرحلة الصيام. الصيام من المفترض ان الشخص قايم، مو بانه نايم وصايم مثل بعض الناس وقاعد يشتغل ويأدي. اي انه قايم ويروح يسوي مهامه وذي. صحيح. مثل يعني ايام النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات كانت كثير منها في رمضان. ما كانوا يغزون في الليل. في النهار هم صايمين. عرفت شلون؟ فشلون كانوا صايمين؟ اكيد كانوا ينامون بالليل صح. فبالتالي احنا المشكله صار شيء تراثي ان الواحد لازم يتاخر بالنوم، وهذه شيء طبيعه رمضانيه، الغبقه تصير الساعه 1 وذي. انا اعتقد هاي صراحه شيء غير صحي، يمكن غير صحي، وهذه ثقافه المفروض ان نستبدلها. انها تكون حياتنا اعتياديه بالمره. يعني احنا اليوم الحمد لله وان شاء الله استمر على هالحال، يعني لان المجتمع بشكل عام تغير يجذبك. اليوم مثلا اليوم قمت فعلا الفجر، قبل الفجر نص ساعه وسويت هاي، تسحرت وصليت وقرأت قران وكذا، وبعدين رحت الشغل. رحت الشغل، اشتغلت شغل كامل وذي. طلعت من الشغل الساعه 3 وانا مرتاح. ما يتقيلت ولا حاجة. نعم. رحت الساعة 4 وشوي. نعم. قريب 5 كذي لعبت رياضة. وهذه قبل الفطور بخمس دقائق خلصت. ما شاء الله تبارك الله. هذا جدول مثالي أنا أعتبره. والله هذا هو الجدول الصح. ولكن يعتمد على بعد جدول الإنسان، تعرف تعتمد على طبيعة الوظيفة، العمل، المسؤولية. نعم. يعني في يعني تختلف من شخص إلى آخر، لكن هذا جدول مثالي وأنا فخور إن في شخص عنده. الله يبارك فيك. هذا الشيء. الله تكون مثال وقدوة. مثال وقدوة لنا. الله يبارك فيك. إن شاء الله وصلنا إلى نهاية هذا الحديث. نعم. الله يبارك. أنا بس في خاطري سؤال. تفضل. احنا ممكن تكلمنا عن رحلاتك الخارجية، نبي نتكلم عن رحلاتك داخل دولة قطر. نعم. في عجالة إذا تقدر تختصرها لنا. والله شوف، رحلات قطر صراحة يعني أنا بعطيك مثالين غير الرحلة اللي أنا سويتها بالسيكل. في أخوي مبارك الخليفي قطع قبل أشهر 484 كيلو. ما شاء الله. جري حول قطر. نعم. يعني أعتقد بدأ من الكورنيش وراح قطر كلها، الشمال وجنوب ذي، ورجع مرة ثانية للكورنيش. نعم. في إذا ما خابني يمكن أظن 5 أيام، في 5 أو 6 أيام. ما شاء الله. وهذا شيء صراحة يعني يثلج الصدر، لأن أول قطري شاب قطري يسوي الرحلة هذه. نعم. ركض ومشي على الأقدام. وحطم الرقم القياسي وحطوه في جينيس بوك أوف ريكورد، وهذا شيء طيب. الرحلة الثانية سواها أخونا نصر الدين من تونس. أيضا قبل أيام أيضا على نفس المسار، بس حاول أنه يكسر رقم مبارك وكسره بحوالي 15 كيلو قطع 500 كيلو. نعم. على نفس المسار تقريبا. الرحلة اللي احنا سويناها أنا وصديقي بيير الفرنسي. بيير شاب صغير. نعم. وأنا بين قوسين أكبر منه يعني. فرنسي هو وأنا اقطري. سوينا رحلة على الدراجة على نفس الشيء، قطعنا فيها حوالي 515 كيلو في 3 أيام على الدراجة. كنا شايلين أغراضنا وخيمتنا على الدراجة. كنا رحنا
الميزة إن إحنا كان لها هدف تعليمي. نعم. فمرينا على المدارس. نعم. سمعت فيها هذه. ومرينا على المدارس وركزنا على رياض الأطفال والطلبة إلين صف رابع. وكنا نتكلم عن ال ايش اسمه الرود سيفتي السلامه على الطريق. فكنا مركزين على يعني نعلم اليهال شلون يعبرون الشارع، شنو الاشاره الحمراء الخضراء، الاشياء البسيطه، اذا تركب الدراجه لازم تلبس خوذه، تنتبه، يعني اشياء مثل هذه. صحيح. تاكد ان البريكات شغاله. نعم. فغطينا 8 مدارس و800 طالب وطالبه. ما شاء الله، هذا رقم هاي. وتدري انت الطالب. نعم. لما يشوف في فرق انك تكلمه عن الرياضه وانك لا انت تجيب لباس الرياضه وتعبان نعم. ورفيجك وياك وتدخل عليه. صحيح. بالسيكل. ويحس فيك، عرفت شلون؟ ما يحتاج انك تتكلم وايد يعني، عرفت؟ صحيح. فهذه صراحه هذه من الرحلات اللي انا فعلا يعني هذه الرحلات ودي اني اكررها مره ان شاء الله باذن الله. واحنا بتكون لنا ايضا جلسات اخرى معك هنا ان شاء الله بالاستديو، سواء في رمضان ولا عقب رمضان باذن الله، وبنستكشف وياك وبنرجع حق موضوع السيكل وطريقه اختياره مع اخوي خالد بن ان شاء الله تعالى. ان شاء الله نشكرك على وجودك معنا هنا في الاستديو اخوي عبد الله الحمادي، مغامر ورحاله، بالتوفيق ان شاء الله. جزاكم الله خير على الاستضافه. سمحت طولنا عليك، المفروض الله يبارك. انت الحين شكرا يا ابو، يعطيك العافيه. كان الكرام، قيام ساميه يرسخها شهر رمضان المبارك في نفوس الصائمين، وهو فرصه تجديد القيم الروحيه لدى الانسان والمجتمع على حد سواء. شهر رمضان الفضيل هو مدرسة لغرس القيم النبيلة في نفوس المسلمين، وهذا الشهر المبارك يعتبر فرصة ذهبية لتزكية النفس والتحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليتممها. ومن القيم التي يغرسها الصيام في نفس المسلم قيمة تقوى الله عز وجل وقيمة الصبر بأنواعه. ويعتبر شهر رمضان محطة تغذي الشعور الجماعي بالقيم التي ترسخ المعاني السامية في حياة الفرد والمجتمع، فكل أحداث هذا الشهر الفضيل ومعانيه ترسخ معاني التراحم وشعور الجسد الواحد، فهو فرصة لتجديد القيم الإنسانية والروحية وتعزيزها، لأنه يحمل حالة إيجابية تحتشد فيها كل القيم الجميلة الموروثة في منظومة تتجلى خلال شهر كامل، حيث يستعد الناس له منذ وقت مبكر ويستقبلونه بحفاوة بالغة ويعيشون أيامه في صفاء ونقاء إنساني في أعلى قيمة. إذن مشاهدينا الأعزاء، من الضيوف أيضا المتميزين في أولى حلقات برنامج ليالي رمضان، فنان يعتبر واحد من الذين أثروا الساحة الفنية في قطر والمنطقة بفضل ما قدمه طبعا من أعمال فنية متميزة للغاية، نالت إشادة واسعة من النقاد واستحسان أيضا لكثير من المشاهدين. خالد. نعم خالد، ضيفنا الليلة عضو سابق في فرقة مسرح الأضواء، شارك في العديد من المهرجانات الخليجية والعربية، بالإضافة إلى المسرحيات والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، ومن أشهر أعماله عفوا سيدي الوالد وعيد سعيد ويا ليل يا ليل، وأيضا قيس ولبنى. نرحب الفنان القدير جبر الفياض، مرحبا وسهلا بك يا ابو احمد معنا. هلا والله، مرحبا وكل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر، لانه عليك ان شاء الله الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. آمين. اللهم آمين. اول شيء ابو احمد احنا نقول يا مرحبا ومسهلا فيك ويانا هني، وفخورين بتواجد
قامة إعلامية وفنية يعني يشار له بالبنان. ورجعتنا والله رجعتنا للزمن القديم والله يا خالد، يوم نشوفك احنا تتلمذنا على يدك، نشوفك تطلع في التلفزيون ونتعلم من يعني طريقة أدائك وأيضا إلقائك لما تتناول مواضيع معينة. يا أخي أنا أحترم كلامك، كبرتني. لا 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 طال عمرك أنت كبير وايد ما يصير. بعد عندنا أشياء بنقولها. عندنا أدوار شريرة بعد. أدوار بنقولها لك. أنا ودي قبل أبدا الحوار خالد، ما تلاحظ أن كل الأدوار كنت تأخذ فيها دور أبو أحمد، دور الجد ودور ما ابي اقول ما اخذ بقولها بس ما بعرف اقول تراجيدي. قولها قولها. شنو تراجيدي؟ تراجيدي. كنت دائما تاخذ هذه الادوار، يعني كلمنا عنها شوي. شوف والله يا اخي يعني الادوار هذه جات بالصدفه. نعم. زين يعني لا انا مجرم ولا لي في الاجرام ولا اكرم عليك اكرم عليك الله يسلمك ونعم فيك يا هذه الله يسلمك. كنا تقريبا والعلم عند الله في نص السبعينات أواخر السبعينات. نعم. كان في مسلسل حق غانم سليطي ويا أخي والله نسيت اسمه. نعم. فكان الأخ هلال محمد الله يرحمه ما أخذ دور مرزوق الظاهر أو شيء. فالمهم أنه بعد يوم يومين صار اختلاف فانسحب هلال. فالمخرج شافني أنا قاعد. أنا كان دوري مهندس. قال لي جبر أنا أبيك تأخذ الدور. وأنا أول مرة يمكن هي أول مرة بصور تلفزيون أول مرة يا أخي هذا دور يعني خبرك يعني الواحد. قال لا أنا مقتنع واخذه وحفظه وإن شاء الله التصوير بعد يومين. سينوكي حفظنا حفظ الدور وصار الدور انه شنو انه حرامي انه يعني يتلاعب في المعاملات صحيح. والاوراق فانا يعني خبرك وقع واستلم تشيك وقع ومش امورك ومشت ومشت والله اللي يقول لي المخرج لا والله انت اوكي عديناها صحيح جو مسلسل ثاني بعد نفس الدور بعد نفس الدور ومشت وخبرك مشت كلها عقب جات الاخت وداد صحيح الله ان شاء الله يعطيه الصحه والعافيه نعم. زين وجاء المخرج علي الحمادي نعم. وصارت المسلسلات كلها على نفس النهج الوتيره مع تغيير طبعا صحيح. في الشخصيات نعم. نعم. نعم نعم احنا بنذكرك مشهد ابو احمد من المشاهد اللي انت يمكن قدمتها نشوفها مع بعض المشاهدين الكرام نعم. يعني ايش خسرت كل شيء كل شيء لا تقول كل شيء يا سالم الله يهداك انت ما زلت للحين بصحتك والحمد لله والفلوس تقدر تردها ما دام انت بعافيتك اي فلوس اللي اقدر اردها اي فلوس اللي ضاعت ملايين ملايين يا ولد اختي لا تيأس يا ولد اختي احنا كلنا لك واللي تبيه واللي تامر به حاضر ما تقصر يا خالي انا بصراحه ما استاهل منك المعامله الطيبه عقب ما عملتي السيئة لك أبو أحمد يمكن هذه يعني المشاهد أو اللقطات تمثل لك ذكريات أي طبعا هذه مع الفنان سنان نعم. الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله إن شاء الله هاي من الأشياء القديمة بس ما أدري أي مسلسل يعني والله شوف والله الذاكرة صارت في 87 هذا المسلسل أعتقد هذا المسلسل في 87 ما أدري إذا في راسي يقول لنا اسم المسلسل والله بنات الفريج هذا بنات الفريج على طول أول بول أنا اللي جاب بنات الفريج أقولك عندنا إعداد يعني إعداد قوي ما شاء الله لا ما شاء الله سألتني عن وإحنا قاعدين على قبل قلت لي سؤال إيش دراك من أنا أحب الثريد إيش حاط لي انت تحب الثري تتدرك ان انا احب الثري هو خالد يبي يسوي عليك شويه ظاهر لا قلت له هاي فريق الاعداد عندنا قوي يعني يعرف الاشياء اللي يحبها الضيف قبل لا يجينا وين كان يتابعني هو ها كان يتابعني في الاكلات يعني انت يشار لك بالبنات والله شوف انا يعني مقطع حكيك نعم انا صراحه في يعني مائدة الإفطار في رمضان هو فعلا أحب الثريد أحب الثريد بس هذا أكلي هذا ومن الثريد للسحور للسحور سحوري تدري شنو قول شي سمت وين إعدادكم هاي ما ندري المعد عطنا شنو وين المعد المعد بس عطانا بس الثريد وما عطانا شيء لا شوف سحوري أنا خفيف شيلاني وطماط أيوة شيلاني وطماط خفيف خلاص لبن وفي أمان الله
وخلاص خلاص. ابو احمد نتكلم عن يعني اللي تغير في رمضان قبل والحين بالنسبه لك انت، شو الشيء اللي تفتقده الان في اجواء رمضان يعني بين؟ لا شوف انا بقول لك يعني كل زمن ما يستحي، يعني كل وقت ما يستحي من وقته. نعم زين شلون يعني في زمننا احنا عفوا ضربت المايك في زمننا احنا كنا نستقبل رمضان من 15 شعبان سبحان، كانت الفرحة من شعبان مو من رمضان. لا ليش؟ كانوا الحريم يتجمعون عندنا في البيت زين، وكانوا يسوون الخبز رقاق، يعني خبرك هذه تاوة كم واحدة؟ صح صح خمسة صح، وكل واحدة عندها ملتة فيها العين وتخبز، واحنا بينهم نراكض، فكان يعني شعور بدخول رمضان قبل دخول رمضان. صح. اليوم ها بكره رمضان. قال والله للحين اللجنه ما اعلنوا. نعم. قال اخي حط على تلفزيون قطر خلنا نشوف يلا. نعم. اي اكو اعلنوا باكر رمضان. نعم. انتهى. صحيح. ما في خبز رقاق. لا لا ما في ولا في فرحه. كل شيء دليفري الحين ابو احمد ها؟ ها؟ خبز رقاق يجيك كل شيء بعد بيجيب الفرحه الدليفري هذه. نعم. فما في. فكان صحيح. يعني حتى انا اذكر كنا نقول لهم يا اخي يما الله يخليك ابي اخر خبز في بيض وشكر واخر مناك كان انبوقه. اي كانت الحياه غير يعني مختلفة. إيه نعم كانت في فرحه. صحيح زين هذا الفرق يعني بين اول واليوم. صح الفرحه هي عادها موجوده ان شاء الله، لكن اختلف يعني زمن مثل ما قلت ابو احمد. احنا يمكن بعد عندنا مشهد بسيط بعد من بس لا تقول اسم المسلسل. زين بدون ما اقول اسم المسلسل عشان نشوف هو المشهد هذا من الثمانينات. تاخذكم مشاهدينا الكرام نشوف هذا المشهد للفنان القدير جبر الفياض. الو الو سكروا الخط، قلة أدب، قلة حياء. وطالعيني أنا ليش؟ أنا ما طالعتك ولا شيء، بس هالأيام كثرت التلفونات من يوم كملي. ليش سكتي؟ يوم ردوا قصدك يوم ردت جميلة. من هذه جميلة أبو أحمد هذه اللي في المشهد ولا ما يطري عليك المشهد بالكامل؟ لا هذه جميلة مسلسل التايهة. مسلسل التايهة. التايهة. نختبرك إحنا بنسألك شو اسم المسلسل. جميلة يعني اللي كنت أنا أحبها. إيه. زين وكنت أبي أتزوجها وكانوا أهلي معرضين. نعم. وضربت عن الطعام عن الأكل وكان الأخ علي سلطان. الله يمسيه بالخير كان يدخل لي سندويشات وأكلها عن اليوع. نعم. هذا المشهد. لكن يعني احنا نشوف الفنانه هديه سعيد يعني كانت دائما تكون معك في اعمالك ايضا، يعني في اكثر من عمل انا شفته كانت هي دائما تكون موجوده. هل في يعني توافق بينكم من ناحيه الشخصيات ولا ايضا من الاتفاق على بنود المشهد؟ والله والله شوف يعني هديه طبعا ممثله لها مكانتها. نعم. ولها احترامها وتقديرها، يعني مثلت معي من السبعينات. صحيح. اشتغلنا في أول عمل أنا شغلتها معاها كانت مسرحية. نعم. قيس ولبنى. قيس ولبنى كنت أنا مأخذ دور قيس وهي عفوا دور لبنى. نعم. فاستمرت عقب يعني حياتنا الفنية إلى اليوم. أنا أقول الله يعطيها طولة العمر. اللهم. أما يعني أن وجودها معاي في مسلسل فهذا يعني يشرفني. نعم. ولكن هذا اختيار مخرج العمل نفسه. نعم. نعم. فهو يكون التوافق يكون على حسب الأدوار يعني اللي موجودة. ممكن نعم. توافق في وجهات النظر. صحيح. في الأعراف يعني. صحيح. نعم. خالد احنا عندنا ضيف بعد يعني من الأردن. نعم. أبو أحمد احنا نبيك تكون موجود معنا اليوم هني، وعندنا ضيف أيضا من الأردن. من الأردن راح يكون معنا وبنسولف ندردش معه شوي عن رمضان وسوالف رمضان. طبعا الدول العربية والإسلامية أعزائي المشاهدين دائما لها تقاليد خاصة خصوصا في شهر رمضان المبارك مثل ما تعرفون. ورغم هذا التشابه اللي بيننا إلا هناك أكيد في دول معينة لها طابع مجتمعي وخصوصية مجتمعية تميزهم عن غيرهم من المجتمعات خصوصا في شهر رمضان المبارك. نعم نتعرف. نعم. على العادات والتقاليد الرمضانية في الأردن ينضم إلينا عبر سكايب السيد أحمد زبيدي سفير لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. مرحبا ومسهلا فيك معانا ومبارك عليك الشهر. الله يبارك بعمرك، كل عام وانت بخير ان شاء الله، بنعاد عليكم بالصحه والعافيه. وانت بخير يا مرحبا وغلا. وانت بخير وصحه وسلامه.
الله يبارك فيكم يا رب ان شاء الله. احنا عندنا في رمضان في قطر نص رمضان عندنا القرنقعو. نعم. عندكم شيء انتم في نص الشهر في رمضان ولا؟ والله هو شهر رحمه يعني، وشهر وده وشهر ولفه وشهر سبحان الله، الله جعله سبحان الله هذا الشهر. يمكن في خلال السنه كامله الانسان يخطئ ويصيب، لكن سبحان الله يجعل الله هذا الشهر هي باب تجديد مع رب العالمين والرحمة والمودة من هذا الشيء. نعم، ولكن صحيح. سبحان الله كل بلد ولها عادات وتقاليدها يعني. ولكن سبحان الله لو احنا فكرنا في هذا الأمر لقيناه كله سبحان الله أمة واحدة. أمة مسلمة، أمة مرحومة، سبحان الله الحمد لله اللي جعلنا مسلمين يعني. الحمد لله رب العالمين. أنا بدي أسألك يعني عن الأشياء اللي تميز المائدة الرمضانية في الأردن. يعني إحنا نعرف، أنا ما أدري، أنا أعرف بعض الأكلات مثلا المنسف، وبعد ما أعرف والله الأشياء الثانية، لكن هذه من الأشياء اللي إحنا نسمعها، ما أدري إذا الشباب برا الكاميرا تساعدونا. نعم، هي 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 الوجبة الرئيسية يعني المنسف. نعم. هذه سبحان الله كلتها خالد لذيذة أحمد الشمري دائما يطريها جدا، إن شاء الله أن تشرفونا وتجونا وهذا بلدكم الثاني. طول بعمرك ما به شك، الله يسلمك. اي أيوة والله الله يسلمك، نتشرف بكم. ايش العادات أيوة اللي تميز رمضان الاكل الاكله تفضل. والله الارحام والتواصل الاجتماعي بين الناس وبين الاخوان وبين الخوات. نعم. لكن سبحان الله جائحة كورونا يمكن غيرت عادات شوية، ولكن هي ما غيرتها، لكن لوقت معين. على الجميع يعني، هي موضوع جائحة كورونا عطلت الجميع يعني، لكن نسأل الله أن الله يردنا ويبعدها عنا إن شاء الله، وأن الله يشيلها الغم عن هالأمة يا رب. اللهم آمين. طيب نرجع مرة ثانية حق السؤال الاعتيادي، احنا نسأل دائما ضيوفنا الكرام، أنا خبر من أيام رمضان أنا وخالد دائما نسأل عن السفرة الرمضانية، وشو المائدة الرمضانية شو تتكون منها في الأردن؟ والله سبحان الله، هي قلت لك في أكلات معينة، في ناس تعمل المنسف، في عندنا كمان بعد موضوع المقلوبة والشربات طبعا تخبر بعدة أنصرافها يعني. سبحان الله، والناس تتقهوى بعد الفطور يعني، تقعد وتصلي بعد ما تصلي صلاة المغرب أو صلاة العشاء، تقعد سبحان الله تتسلى على هالأمور، القهوة والشاي والسمر عن بين الناس. صحيح هي فعلا أجواء رمضانية تكون يعني فيها السعادة والسرور سبحان الله، وتزيد فيها صلاة الأرحام، ويعني يمكن من جانب آخر يعني يكون عندنا بعد تكثر للأمانة يعني صلاة الأرحام في شهر رمضان الفضيل، أعمال الخير بعد الأمانة، الناس يعني تتوجه إلى أجهزة التلفاز وتشوف مثلا المسلسلات الرمضانية. إحنا هنا عندنا يعني بعد بالقناة عندنا مسلسل فلاشات، عندنا الكاميرا الخفية. إيش بتسوي؟ وعندنا يعني دائما الأمانة. سمعت خالد صادوك في إيش بتسوي؟ صادوك إيش بتسوي؟ صادوني. بعدين بنسولف عنه. فأنا بس بدي سؤال أخير، وش هل يكون فعلا في توجه عندكم هناك مثلا مشاهدة التلفزيون في رمضان بزيادة، تشوفوا المسلسلات القديمة مثلا، أو وش الطابع التلفزيوني اللي يكون عندكم في الأردن؟ والله الناس تتابع المسلسلات الموجودة على المحطات الفضائية، كل محطات الفضائية الموجودة الناس تتابعها، لكن سبحان الله قلت لك شهر رمضان هو شهر رحمة وشهر مودة وشهر صلة أرحام، وأنا من هذا المكان يعني أحاول أني أوصل ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الناس مؤمنين، لكن الناس تحاول تبادر بالخير والمساعدات الإنسانية، وتحاول أنه تكون قريبة لبعضها حتى الله يرفع عنا البلاء ويرفع عنا الأمراض الموجودة. سبحان الله هذه الأمور، سبحان الله، رب رجل أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو قسم على الله لا أبره. فسبحان الله يمكن رجل فقير جدا احنا بنظرنا يمكن لا شيء، لكن عند الله له مكانة عالية. صح. فيجب احنا من هذا المكان انه نحاول نحث على موضوع الصدقات، لانه هي سبحان الله هي الرحمة بعد الله يعني، سبحان الله يقبلها سبحان الله، فهذه الرحمة تكون موجودة بين الناس، لازم الناس تكون متواجدة. صحيح. وتساعد بعضها بغض النظر عن اي اشياء ثانية. يمكن سبحان يشوف أنا بس بدي أحيطك علم سيدي، الإنسان الآن يحمل قلب ويحمل عقل، لكن الحيوان أكرمكم الله وأكرم السامعين
لا يحمل قلب، لا يحمل عفوا، لا يحمل عقل، ولكن يحمل قلب. الآن أنت لو جبت قطو عندك موجود كل يوم تحط له قطعة لحم أو تحط له شيء من الخبز أو شيء كل يوم كل يوم، بعد كم يوم يتودد لك، هل أنت ملكت عقله؟ هو ما عنده عقل، ولكن أنت ملكت إيش؟ ملكت القلب. فإحنا نحاول نتعامل مع البشرية بغض النظر من كل الأصناف، نتحاول نتعامل معاها بالقلب وليس بالعقل. إحنا لازم نكون مرحبين لبعضنا، خاصة في شهر رمضان. هذا شهر سبحان الله جعله رب العزة رحمة ومودة، حتى الله يغفر لك في هذا الشهر. السنة اللي مضت كاملة حتى الله يغفر لك فيها بهالشهر اللي هو جاي كله 30 يوم. صحيح. إحنا نحاول نتصدق قدر ما نستطيع، تصدق على الحيوان أكرمك الله وأكرم السامعين، على الإنسان، على الماشي، على الفقير. حط لك يا أخي قطعة، حط لك صحن مية فوق البيت، حط لك شيء لها الطيور. صحيح. لعل الله سبحان الله. هذا اللي أهلنا نطلبه في شهر رمضان. صحيح. الله جعل هذه الأمة جعلها مرحومة. الرجل اللي جاء لما جاءوا بني إسرائيل يدعون موسى عليه السلام، فقالوا لي يا نبي الله ادعينا الله، فدعوا فطلع يطلع على هالجبل ويدعي يا رب يا رب يا رب ارزقنا يا رب. فالتفت رجل فقير مثل حالتي، فالتفت بينه وبين نفسه، فخب رأسه في ثيابه، فخب رأسه في ثيابه، طلع على الجبل، ولا الجبل كله حجارة وبرمله، قال يا ربي، قال يا ربي يا ربي، والله لو هذا الجبل بحصائه ورمله وبحصائه ورمله لا لا لوزعته على فقراء المسلمين. قال له يا موسى بلغ عبدنا فلان لأننا قد قبلنا منه. نعم. شكرا لك أستاذ أحمد الزبيدي على هذه الكلمة. نعم. والله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. نعم. سيد أحمد الزبيدي. نعم. سفير لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من الأردن. نعم. شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، فاصل قصير بعد ما نرجع لمتابعة حلقتنا، لا تروحون بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ننتقل وياكم الآن إلى فقرة حدث في رمضان، وهي فقرة تروي لنا بعض الأحداث التاريخية التي حدثت في شهر رمضان المبارك عبر التاريخ. في مثل هذا اليوم الأول من رمضان من سنة 91 للهجرة، الموافق للثاني من يوليو سنة 710 للميلاد، وصول أول سرايا الفتح الإسلامي للأندلس. في عهد الدولة الأموية استطاع القائد موسى بن نصير فتح بلاد المغرب بعد أن دخل البربر في دين الله، وبذلك أصبحوا جند الله المجاهدين. كانت مدينة سبتة قد استعصت على الفتح الإسلامي، وذلك لمنعة أسوارها الشاهقة. كان حاكمها يوليان حليفاً لملك الأندلس غيطشة، الذي كان يرسل إليه المدد عبر البحر عن طريق المضيق من الأندلس. وبعد موته خلفه على الأندلس الملك لوذريق، الذي كان على خلاف كبير مع يوليان، لدرجة أن هذا الأخير أقسم على أن يزيل حكمه حتى لو تطلب الأمر التحالف مع المسلمين، وهو ما تم بالفعل. ووجد فيه موسى بن نصير فرصة سانحة لدخول الأندلس، فأرسل سرية استطلاع بقيادة طريف بن ملوك، حيث عبر إلى الأندلس في 500 جندي، وذلك في مثل هذا اليوم الأول من رمضان من عام 91 للهجرة، واستطاعوا احتلال بعض الحصون هناك. بعد نجاح هذه السرية أرسل موسى بن نصير جيشا من 7000 مقاتل بقيادة أحد رجال البربر الشجعان يدعى طارق بن زياد، وتمكنوا من فتح الأندلس، حيث ظل الإسلام فيها مدة 8 قرون متواصلة.
مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام. شفنا هذا التقرير حدث في رمضان وكان في أول أيام شهر رمضان. نتابع الآن الحوار مع ضيفنا الفنان جبر فياض أبو أحمد. يمكن هذا السؤال أنا كنت بسألك من بداية لقائنا ولكن يمكن استأذنتك تحت الهواء عشان أسألك هذا السؤال. اللي هو دائما البدايات صعبة أبو أحمد. شون كانت بداياتك وخاصة في مجتمع؟ وين يا أخوي بترجعنا إلى سنة 73 73 يعني بداية دخولي دخولك لعالم الفن. نعم بداية الله يسلمك انتميت إلى فرقة الأضواء. هي كانت فرقة الأضواء الموسيقية. نعم كان رأسها الله يرحمه حسن حسين وناصر بن أمان الكواري. فهم طبعا خذونا وسوينا احنا فرقة مسرحية. المهم صارت فرقة الأضواء المسرحية. أول عمل قدموا اللوحات الثلاث العمارة المربوطة وكندر الفريج والطرار. هذه أيام أنا كنت ملقن. كنت ملقن ألقن الممثلين الحوار. وكان يدي الله يرحمه ويبيح منه موتانا وموتاكم مسلمين رافض المبدأ. منقود منقود ما عنده واحد اثنين بيطردني من البيت. وين أروح؟ زين الله قدر وجاء الأستاذ حسن حسين الله يرحمه وعمل إعداد لمسرحية قيس ولبنى. فقال لي جبر تعال استلم دور قيس. وكانت معانا هدية سعيد. هدية سعيد هاي كان البدايات. يعني فهدية كانت دور لبنى. فجيت يا يبا أنا يعني والله تعرف قيس؟ قال لي أعرف قيس حبيب لبنى. قلت ايه ايش رايك فيه؟ قال والله رجال والنعم. قلت هذه يبا الحين احنا انا قيس بنمثله. انا قيس. قال ها تقول لك انا قيس اللعبه السيف والخيل. نعم قالوا وين بتسوونه؟ عاد هني الورطه. هني الورطه تقول له مسرح. صحيح هم عندهم تخيل المسرح غير الصوره غير. هذه يمكن هي الصوره فعلا اللي توصل حتى يعني ابو احمد للمشاهدين الكرام. احنا للاسف الوقت مالنا ضيق. استمتعنا وللاسف هذه الصوره النمطيه كانت موجوده وان شاء الله تكون تغيرت. الله يخليك. الحين نشكرك على وجودك معنا الفنان القدير جبر الفياض ابو احمد. نشوفك ان شاء الله في لقاء اخر متجدد معنا. شكرا يا ابو احمد. شكرا مشاهدينا الكرام. الله يحفظك. الله يسعدك. واشكركم على هاللقاء. واشكر ايضا الاخوان المصورين الله يجزيكم وياهم كل خير واللي ساعدوني اللي وصلت في الدور. يعطيك العافيه. شكرا يا ابو احمد. الله يحفظك. الكرام بعد نكون وصلنا نهايه الحلقه وعدنا معاكم ان شاء الله غدا. تمسوا على خير.